الرحمن الرحيم. طلبة الصف السادس ابتدائي، ازيكم يا ولادي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنحل صفحة 88 مسائل على النسبة المئوية من كتاب الأضواء. اختبر نفسك حتى الدرس السابع في الوحدة العاشرة. النسبة المئوية يا ولاد هي نسبة حدها الثاني 100، يعني لما أقول مثلا 23 على 100 دي معناها 23%، وهكذا. يبقى النسبة المئوية نسبة حدها الثاني 100، نرمز لعلامة في المية، العلامة دي اسمها علامة نسبة مئوية. طيب السؤال الأول معايا بيقول لي النسبة المئوية التي تكافئ نص. النص عشان أحوله لنسبة مئوية بضربه في 100 وأقسم على 100. ليه؟ لأن النسبة المئوية نسبة حدها الثاني 100، فأنت لازم المقام يبقى ب100. طيب نص المية 50، يبقى 50 على 100 دي عبارة عن 50%، عبارة عن إيه؟ عن 50%، تمام؟ طيب رقم 2، إذا كان عدد تلاميذ الفصل 60 تلميذا، رسب منهم الربع، رسب منهم ما يمثل الكسر الربع، فإن عدد التلاميذ اللي رسبوا كم واحد رسب في الامتحان؟ طبعا هو ربع عدد تلاميذ الفصل، ربع 60، ربع 60 يبقى كام؟ يبقى 20، يبقى 20 تلميذ دول رسبوا فين في الامتحان؟ إذا كان عدد تلاميذ الفصل 60 تلميذا، نصب منهم ما يمثل ربع عدد التلاميذ. 60 على 4 يا ولاد مش 3، 60 على 4 يديني 15، تمام؟ يبقى رقم 2 هقول ربع العدد الكلي، ربع 60 يبقى 15، يبقى 15 تلميذ رسب، لأن 4 في 15 بقى 60. طيب لو قلت التلت، تلت 60 يبقى 20، لكن ده ربع ماشي، يبقى ربع 60 هيبقى 15. فهمتوا يا ولاد؟ يبقى 15 تلميذ رسبوا، نجيب ربع الكمية. طيب السؤال اللي بعده رقم 3 بيقول شرب عادل 70% من علبة عصير، فإن ما شربه عادل أكبر من نص ولا أقل؟ طبعا أكتر، لأن النص اللي هو هيبقى 50%، يبقى ما شربه عادل أقول أكبر من نصف العبوة. السؤال رقم 2 أكمل ما يأتي، كتلة قطعة حلي 7.2 جرام، فإن كتلتها بالملي جرام. عشان أحول من الجرام للملي جرام هضرب في 1000، يبقى أقول له 7.2 في 1000، لما أضرب في 1000 العامة تتحرك ناحية اليمين بتلات أرقام، يبقى 7200 ملي جرام. ده السؤال رقم 1. السؤال رقم 2، تسير سيارة بسرعة 3.5 كيلومتر في الساعة، فإن سرعتها بالمتر في الثانية بيساوي نقطة. طيب إحنا هنا هنحول يا أولاد، السيارة كانت السرعة بتاعتها كانت ايه؟ كيلومتر في الساعة، تمام؟ دي سرعة السيارة كانت كيلومتر في الساعة، يعني كانت 35 كيلومتر لكل 1 ساعة، ده معامل الوحدة بتاعها. أنا عايز أحوله لمتر في الثانية، يعني عندي تحويلين، المسألة دي فيها تحويلين، عايز أحولها لمتر في الثانية، أعمل ايه؟ أول حاجة المتر أنا عايزه يبقى اسمه كيلومتر، أقوم كاتب هنا الكيلومتر عايز يبقى اسمه متر، اكتب هنا متر واقسم على كيلومتر، واقول له ان الواحد كيلومتر 1000 متر. طب الساعة عايز يبقى اسمها ثانية، اقوم كاتب هنا ثانية، وفوق اكتب ساعة، واقول له ان الساعة بتساوي 3600 ثانية، تمام؟ بعد كده بختصر الكيلومتر مع الكيلومتر والساعة مع الساعة، يبقى انا فوق هضرب العدد اللي هو 35 في 1000، 35 في 1000، وأقسم على 1 في 1 في 3600، بختصر صفرين مع صفرين، يطلع فوق 350 على 36. هنبسطها عن طريق القسمة المطولة، نحولها لعدد صحيح وكسر، أشوف 36 تتضرب في كام، قريبة لتلتمية وخمسين، فاكتب 350 على 36، دول صغيرين، يبقى أنا هعمل إيه؟ هشوف العدد 350، هنا 36 أخبي رقم مع رقم، 35 على 3، أجرب التسعة، يعني أشوف العدد هيتضرب في كام قريب، أجرب التسعة كده، لأن 3 في 9 ب27 هي قريبة ل35، هضرب 36 في 9، 6 في 9 ب54، 4 مع 5، 3 في 9 ب27، 27 و5 32، نطلع 324، يعني هاخد هنا 9 وهنا 324 وأطرح.
صفر ناقص اتنين مش هينفع نستلف، تبقى دي 10 ودي 4، 10 ناقص 4 6، و4 ناقص 2 ب2. هعمل بعد كده ايه؟ ده الباقي. يبقى الناتج عندي هنا، هقوم كاتب في الناتج 36 زي ما هي في المقام، وأقوم كاتب هنا 9 والباقي 26 فوق. بعد كده اختصرها، 36 على 2 فيها 18، و 26 على 2 فيها 13، يبقى الناتج هيطلع 9 و3 على 13 على 18. دي إجابة السؤال. طيب تعالوا نشوف بقى السؤال اللي بعده اللي هو رقم 3. هنا عايز احول لنسبة مئوية يا ولاد، مسائل جميلة جدا عايزك تبقى شاطر فيها. رقم 3 هنا 53، 53 بيساوي نقط على 100 بيساوي نقط في المية. بهدوء خالص عشان ما تتلخبطش. انا عشان احول لنسبة مئوية لازم المقام اللي عندي يكون بمية. طب الخمسة دي عشان تبقى مية بتتضرب في 20، صح؟ طيب اعمل ايه؟ لازم احول. دي كانت رقم 3 يا ولاد، يعني مش 3 في المسألة دي، رقم 3 تاني كده المسألة هيبقى رقم 3. الخمسين عايز احولهم يعني لنسبة مئوية، فطريقة الحل عشان احول لنسبة مئوية بعمل ايه؟ لازم اخد المقام بمية، فالخمسة دي تضرب في 20 واضرب الاتنين في 20، يبقى 5 في 20 بمية، واتنين في 20 بمية ايه؟ بأربعين. يبقى 40 على 100 اللي هي 40%. بس دي طريقة الحل، يبقى لازم تخلي المقام اللي هنا بمية عن طريق ضرب البسط ومقام في 20. السؤال رقم 4 هنا بيقول لي 2 على 25 بيساوي كام على 100؟ برضو عايزين نحولها لنسبة مئوية، فأنا بخلي المقام اللي عندي ده يبقى بمية عن طريق ضرب البسط ومقام في 4، لأن 2 ال 4 في 25 ب 100، يبقى 2 في 4 ب 8، يبقى الناتج 8 على 100 اللي هو 8%. السؤال رقم 5 الربع برضو عايز أحوله، يبقى كام في المية؟ يبقى الربع ده هضرب البسط والمقام في 25، فيبقى 1 في 25 ب 25، 25 تتقسم على 100 اللي هي 25%. ده سؤال 5. تعالوا نشوف بقى السؤال 3، أكمل بكتابة نسبة مئوية، عايزين نحول الأعداد دي كلها لنسب مئوية. طيب نفس الطريقة يا ولاد، عشان أحول لنسبة مئوية لازم أخلي المقام بمية، لأن النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني 100، نسبة حدها الثاني 100. أول تمرين معايا هنا، ركز بقى معايا وأنا بحل. الخمس عايز أحولها، أقوم عامل إيه؟ كاتب 100 هنا. طريقة الحل تقول 5 في كام؟ في 20، هنا في 20، يبقى 1 في 20، يبقى الناتج في 20%. سؤال سهل اهو. طيب الكسر العشري 15%، عشان احوله نسبة مئوية هعمل ايه؟ هقوم ضارب بسط ومقام في 100، اضرب هنا في 100 واقسم على 100، يبقى انا كده حولتها لنسبة مئوية. ها لما اضرب في 100 فوق العلامة تتحرك برقمين، تبقى 15 على 100 اللي هي 15%. سؤال 3 هنا بيقول لي العدد 27 على 100، ده اصلا جاهز يعني 27 بالمية لأن المقام بتاعه بمية، سؤال جاهز. السؤال رقم 4 2 على 20 هنضرب بسط المقام في 5، 2 في 5 ب10، و20 في 5 تعطيني 100، يعني الناتج هيكون 10%. 10 ايه؟ في المية. فاهمين كده؟ دي طريقة التحويل لرقم 4. السؤال اللي بعده رقم 5، 3 على 10 هضرب بسط المقام في 10 عشان احول المقام بتاعي يكون 100، يبقى الناتج هيكون 30%. السؤال اللي بعده رقم 6، 6 على 25 هضرب بسط المقام في 4، ال 4 في 6 24، يبقى 24 على 100 فيها ال 24%. دي مسألة رقم 6. المسألة اللي بعده رقم 7 هنا بيقول لي 71 على 100، ده سؤال جاهز برضه يا ولاد لأن المقام بمية، فيبقى 71%.
السؤال اللي بعده رقم 8، 2 على 100 اللي هي 2%، لأن المقام ب100. السؤال 9، 9 من 100 عشان أحولها هضرب في 100 وأقسم على 100، يعني ده كسر 10، فلما أضرب في 100 فوق تبقى 9، لأن العلامة اتحرك رقمين، وعلى 100 يعني في 100، يبقى دي يطلع إيه؟ 9%. تعالوا نشوف اللي بعده. هنا بقى مسائل كلامية، بيقول لي لدى تاجر 100 صندوق فاكهة باع منها ما يمثل 3 أرباع، فما النسبة المئوية التي تمثل ما باعه التاجر؟ ال3 أرباع ده يا ولاد اللي هو 75%، هقول لك يعني ال3 أرباع دي تمثل كام في المية؟ فهمت؟ النسبة، هو عايزك ما النسبة المئوية التي تمثل ما باعه، هو اللي بيمثل، اللي بيبيعه بيمثل 3 أرباع، دي في صورة كسرية، عشان أحولها لنسبة مئوية هخلي المقام اللي عندي ده ب100، فاضرب البسط والمقام ب25. فيبقى عندي هنا فوق 3 في 5 ب25، يبقى 75، 3 في 25 ب75 على المية اللي هي 75%، يبقى الناتج هيطلع بكام؟ 75%. تمام، ده السؤال اللي معانا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. رقم 4 بيقول لي خلاص كده خلصت رقم 1، تعال نشوف رقم 2. النموذج المقابل يمثل أجزاء 3 أجزاء من 10، الشكل المقابل ده بيمثل كام؟ 3 أجزاء من 10، و15 جزء من 100، و5 أجزاء من 100، فما النسبة المئوية التي يمثلها إجمالي عدد الأجزاء المظللة؟ طيب إحنا هنا هنضطر نجمعهم كلهم، تمام؟ هنجمع الأرقام الموجودة اللي عندي، وبعدين يعني الكسور العشرية دي هنجمعها، وبعدين نحولها نسبة مئوية، لأنه عايز الإجمالي التوتال بتاعهم كله، يعني أجمعهم. لما أجي أجمع 3 من 10 بحط جنبها 0، وهنا 15 من 100، وهنا 5 من 100، 5 و5 10، 0 وأطلع بالواحد، 1 و0 1 و1 2 و3 5، يبقى 50 من 100 هي 5 من 10. تعالى بقى نحول 5 من 10 دي لنسبة مئوية، عشان أحولها لنسبة مئوية هضرب في 100 وأقسم على 100 الطريقة المعتادة، فلما قسمت على 100 بقت في 100. طب هنا لما أضرب في 100 فوق العلامة اتحرك برقمين، يعني 50%، يبقى النسبة عندي 50%.